باش تكرم في هذا المكان، هذا المكان الجميل، هذه المعلمة التاريخية اللي كنت كنلعب فيها انا صغير وراه هنايا مع الحمراء، جامع ولد الحمراء. كنت ساكنه تما وكبرت في هذه المدينه. شكرا، وكنتمنى للمراه المغربيه يعني كل نجاح وكل توفيق في المسار ديالها اي ميدان. تبارك الله، كنشوفوا المراه يعني الحمد لله كتعطي واحد طاقه كبيره، لا في الصناعه التقليديه لا في اي مهنه كانت فيها كتعطيها حقها. وهنيئا لهم وشكرا لجمعية ميسا إكسبو على هذه الاستضافة الجميلة اللي وهذا التكريم اللي هو تشريف لي واعتراف من طرف واحد مجموعة من الشباب اللي كيغيروا على المنتوج الوطني ديالنا، اللي كيستغلوه واحد العدد ديال الناس اللي كيستغلوا هذوك الشابات وذوك الشبان وذوك التعاونيات اللي كيعملوا اعمال يعني كل وقت وقته. احنا ماشي ضد الشباب بالنسبه للميدان الفني، لان احنا محتاجين لهم، ولكن محتاجين الكفاءات الاطر اللي عندها ما تقول، ماشي من انفلونسور ولا انفلونسوز ولا هذا كتجي للميدان كتبغي تكون، ما يمكنش، لان خاصها لا باز، خاصها تكوين، خاصها تمشي دير المعهد، تمشي دير شي حوايج اللي غادي يعطيوها. حنا ماشي ضدهم، ولكن يكونوا كفاءات اللي ما غاديش انا انفلونسوز ولا غادي تاخذ دوري، ما يمكنش، لان اولا لا السن ديالي ولا المسار ديالي اكثر من 40 سنه. ديما كنشوفك الساعه الوطنيه، سعد وطني فعلا وفضل رمضان هذا، واش عندك شي عمل استاذ؟ عندي عمل واحد وقيله ولا جوج ديال افلام تلفزيونيه مع القناه الثانيه، الواحد ماما عروسه والثاني اخر كلام. كنظن هذا الشيء اللي كاين، وعندي سجلت مسلسل ولكن ما عرفتش واش غيدوز، ما نقدرش نقول لك دابا. هذا هو اللي كاين. اخر كلام بالنسبه للبيضاويين والحفله والمسائل المغربيه. الله يحفظك. اخر كلام هو الله يوفقنا ويكمل علينا وعشر مبروكه، وكل رمضان وانتم بخير وبصحه وسلامه وطول العمر. مساء النور سيدي، بارك الله فيك. شكرا. انا خديجه الوراري من مدينه الدار البيضاء، مصممه ازياء ستيليس. قدمت لكم اليوم مجموعه من جليلبات رائعه، بلديه تقليديه وفي نفس الوقت مزجينها الاصاله ومعاصره، يعني ماشي غير البلديه 100%، مزجين ما بين الاصاله وما بين العصري. انتم كتعرضوا هذه الفرد في المعرض المسخر، دونك درتوا عده معارض، درتوا عده جولات. نعم. بالنسبه انت اختصاصيه في الجلابه المغربيه وقلتي حتى القفطان. نعم. نعم نعم، ستيليس مصممه كيف قلت لك، الجلابه المغربيه، القفطان المغربي معروف غني عن تعريف، التكشيطه، الجبادور، جلابه رجاليه، مجموعه من التصاميم رائعه كنقدموها اليوم في هذا المهرجان. وكنشكروا الجمعيه ديال سقاله، وكنشكروا خميسه اكسبو على هذا التنظيم الرائع. صراحه عجبني هذا التنظيم، ما شاء الله كان كل شيء زوين، وحتى الديفيلي داز غزال، وتبارك الله عليكم حتى نتوما. الجلابه ديالكم كتميز بخصوصيه ديالكم نتوما كموديليست، الخاصيه ديالكم، اولا كتبتكروا شي حاجه اللي كتاخذوها. نعم، شكرا على هذا السؤال. اولا الاسم ديالي ديال الماركه ديالي موديليكس ازياء فاخره، موديليكس ازياء فاخره. الجلابه ديالنا كتميز من طبيعه الحال بمجموعه من التصاميم مختلفه، حتى في التقطيعه ديال الفصاله كتكون متميزه، ما كنقلوش موديلات سينو كنخرجوا موديلات ديالنا. وحتى القفطان نفس الشيء، دائما كنحاولوا نبدعوا ونجيبوا شي حاجه جديده، وحتى الالوان اكيد اننا كنلاصقوا ما بين الالوان باش نعطيو شي حاجه اللي تكون كتسهل الحله ديالها. اولا انا الزوج ديالي حتى هو خياط، وما نقولكش الخدمه ديالو كيف دايره، عنده شي حاجه زوينه، حتى هو كيفصل، حتى هو مصمم وكيخيط في نفس الوقت، يعني هو كيخدم رجالي وانا كنخدم نساوي. الخياطه كيديروا مع الناس اللي كيوجدك بسيمانه كيدوزك على 3 شهور باش تشي نتوما. ما يمكنش عاد موديليكس تكذب عليهم ودير معاهم في الوقت، توجد لهم في الوقت
ما يمكنش وتجي تلقى جلابه جاهزه وتشري وتاخذ على راحتها وشي حاجه رائعه. المقر ديالكم في الدار البيضاء استاذه؟ المقر ديالنا في الدار البيضاء بورغون شارع المهدي بن بركه، حي التساهل، الزنقه 6 رقم المحل 11. في هذا رمضان موجودين شي حاجه جديده؟ كوليكسيو رائعه كيف ما شفتوا اليوم، الكوليكسيو ديالنا رائعه، مجموعه من جليل البيت. الاثمنه من طبيعه الحال اثمنه زوينه، وحنا كيف قلت لك كنتميزوا بالجوده. اللي بغات جلابه زوينه مرحبا بالجميع وتحياتي للجميع وكل شيء يلبس. داك السلف ينصيبو خلى جوارحنا يريبو، راه الحب قتلني الهيبو رحميني يا لاله. عزيز الشابين هو رئيس الفيدرالية وديال هذا الفضاء ديال السخالة. السلام عليكم، تنشكر الحضور الكريم، تنشكر الفنانة ديالنا غاديش وفعلا كما قالت قبيلة بنايا قرات في بالون، فعلا قرات في بالون. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا بلاز ووك تي في دائما في قلب الحياة.